كابتن طارق مصطفى دلوقتي خارج الجهاز الفني منتخب مصر، تفتكر كان ايه اللي ممكن يحصل لو كابتن حسام بدري كان قرر استبعاد قفشه وطارق حامد وانتوا كنتوا مدير فني كان يقدر يعمل كده؟ لا لو احنا استبعدناه كنت هتشاور رد الفعل نفس رد الفعل اللي حصل لكروش؟ لا طبعا لا طبعا لا 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 طبعا اذا كان احنا اصلا من غير دول واحنا الموضوع بالنسبه لنا صعب فتخيل دول. بس خلي بالك برضه انا عايز اتكلم في النقطه دي بصراحه، يعني اذا كنت بتكلم على طارق حامد او اذا كنت بتكلم على قفشه او محمد شريف حتى اللي هو كان استبعده قبل كده او حتى زيزو اللي هو كان استبعده قبل كده وضمه وزيزو من افضل اللعيبه اللي موجوده، خلي بالك انت لما بتيجي تشوف لعيب بتشوف خامه لعيب، تشوف لعيب دوله هينفع دوله ولا، تشوف لعيب احتكاكاته وتمارينه والتزامه في المعسكر وادائه في المباراه، فبالتالي انا لا انا اشوف ان هم لعيبه دوليه واتظلموا ان هم مش موجودين. اذا كنت بتتكلم على طارق حامد او اذا كنت بتتكلم على قفشه او حتى شريف اللي انا بشوفه ان هو موجود ومش موجود، فاهم اقصد ايه؟ بس لا بس هتكلم كان رد الفعل هيبقى نفس رد الفعل. لا 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 احنا كنا زماننا دلوقتي اتحبسنا اتكلم على افضل ثلاث لعيبه موجودين او اربع لعيبه موجودين هنا، زيزو وطارق حامد افضل اثنين في نادي الزمالك، وهنا قفشه وشريف خلي بالك مش بالاسماء ده في الفتره دي فعلا كانوا كويسين جدا، الفتره دي استبعادهم في الاول كانوا في فتره يعني زي ما انا مثلا زعلان على عبد الله السعيد، زعلان انه اعتزل دوري عبد الله السعيد، امكانيات عبد الله السعيد انا كنت اتمنى بعد الماتشين دول توصين غير ربنا يكرمنا نروح كاس العالم، لان عبد الله عنده ميزه مش موجوده في حد كتير دلوقتي، كرات الثابته اللي مستر كيروش مصمم ان صلاح هو اللي يلعبها، مع اني عمري ما شفتها ان صلاح يعني بيلعبها بشكل كويس طبعا عليه هو اللي بيلعبها في الماتشات الاخيره، طب ما موجود ساعات عبد الله كان بيبقى موجود، وعبد الله انا بشوف انه من افضل اللعيبه بصراحه حفاظا على مستواه في المنتخب. يعني كان ايه الخطه التحضيريه لبطوله كاس العرب خلال فتره تواجدك مع كابتن حسام البدري؟ لا احنا كنا يعني بطوله كاس العرب ديت كنا زي ما قلت لك احنا كنا عاملين ميلان وكنا محضرين لعيبه معينه وكنا هنروح ناخد البطوله، ده الكلام اللي كنا متفقين عليه، يعني لان الكلام اللي حصل بعد احنا ما مشينا ان البطوله احنا هنروح، انت لقيت نفسك بتلعب واصل عايز توصل نهائي والجمهور، لان احنا برضو من ضمن الظلم اللي كان موجود في فتره كورونا ان انت مفيش جمهور، والجمهور هو رقم واحد مش رقم 12. خلي بالك انت قلت دلوقتي ان هو انتوا كنتوا واخدين امالكم ان انتوا تاخدوا بطوله كاس العرب، وكيروش بعد تعيينه قال ان انا ولا مطالب بكاس العرب ولا افريقيا. ما انا بقول لك دي حاجه. طب هل انتوا كنتوا مطالبين ان انتوا تحققوا البطولتين؟ لا انت مطالب بطوله البطوله العربيه دي ده وضع طبيعي انك توصل للنهائي، خلي بالك التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، بس مش توصل للنهائي حاجه. لا لا بس توصل للنهائي ما ده الطبيعي، خلي بالك يا حامد وجود منتخب مصر في اي مكان مع احترام لكل المنتخبات هو المرشح الاول. احنا وانا بنتكلم في كونسبت اللي كان كيروش طلع قال ان انا مش مطالب ان انا اخد بطوله كاس العرب ولا بص هو افريقيا، فهل الكابتن حسام البدري خلال برضه خلال فتره تواجد في الجهاز الفني نفس الكلام حصل؟ لا 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 مش مطالبين ولا كان ايه؟ لا هو ما حصلش كلام احنا مطالبين او مش مطالبين، بس ده الطبيعي ان انت منتخب مصر انت مطالب بالفوز بالبطوله، اي بطوله انت بتخشها مطالب بالفوز بالبطوله، وزي ما قلت لك هو الموضوع مختلف شويه بالنسبه لنا، حتى انا تصريحات مستر كروشي يعني في الاول كلها كانت تصريحات تحس ان تصريحاته كلها كانت يعني ولا جهازه ولا الناس كلها راضيه على التصريحات، يعني لما اختلفت التصريحات الامور بقى فيها هدوء، الامور بقت يعني المنتخب ماشي في سكه كويسه مستواه يعني ارتفع في الماتشين دول طبعا. محمد بركات كان قال ان الجهاز الفني لمنتخب مصر ما كانش مقبول جماهيريا وكنت متوقع رحيله، هل انت كنت متوقع برضه خلال الفتره دي المنتخب انتوا هتمشوا كجهاز؟ طبعا طبيعي ده طبيعي يعني كلنا كنا متوقعين يعني. طب ازاي كنتوا كلكم متوقعين وكان الجهاز مكمل؟ لا مكمل عشان بص هو مكمل انت ما اتغلبتش وانت انا ما شفتش جهاز مثلا مشي مشي اللي بيمشي ايه خساره يحصل ما فيش حاجه اسمها حاجه اسمها اداء، دي مش موجوده في ان انت بتكسب ها فانت الامور ماشيه مكمل، فبتكسب بتعادل وصلت أمم افريقيا اول المجموعه، اول ماتشين لعبتهم خدت اربع نقاط، خلي بالك انا اقول لك حاجه تفضل تعرف ان من افضل المباريات لينا مباراه الجابون في الجابون ب 10 لعيبه والجابون بص بتستقتل عشان تاخد الماتش ده لان ده اللي هيخليها تكمل، وانت ب 10 لعيبه ومطرود منك وتتعادل 1-1 وفي اخر دقيقه، فانت السيناريو اصلا انت كنتش متوقع، انت كنت متوقع ان الناس تطلع ايه تشيد باللعيبه تشيد بالمنتخب تشيد بالجهاز، فاحنا لقينا العكس حسيت ليه احنا ها يعني يعني بعدها ايه اللي حصل؟ انا والله لا كانت مفاجاه جدا بالنسبه لنا كلنا، يعني انا كنت من 3-4 ايام قبليها كنت متوقع وكنت عارف لان اصدقائي كتير جدا في الاعلام
وعارف السيناريو اللي كان ان احنا خلاص ماشيين بعد ما كنت يعني كنت مبلغ اللي انت هتمشي سواء كسبت حد أو حبيبي قوي كان مبلغني ان انت كده كده ماشي وانا سكتت بلغت الكابتن حسام لا ما اقدرش ابلغ الكابتن حسام الله يكون في عونه انا لو بلغت الكابتن حسام طب واللعيبه اتكلمتوا في ايه بعد ما عرفوا او ايه اللي حصل ولا يعني حاجه احنا اللي حصلت خالص احنا في الطياره الكلام ده كله حصل في المطار هنا احنا حميد احنا ما كناش نعرف حاجه انا روحت نمت صحيت على الخبر بس انا كنت عارف متوقع عشان كده الصدمه بالنسبه لي كانت سهله يعني سهله شويه طب وكابتن حسام ايه انما الله اعلم كابتن حسام بس كان كله كان متوقع عارف ليه لان احمد مجاهد كان ما بيكلمناش في الطياره مخاصمنا يا باشمهندس ما فيش كلام يا واعد لوحده وانتوا مسافرين واحنا جايين باين وش الباشمهندس احمد مجاهد عايز ايه باين يعني فاهم بس فكانت واضحه يعني